السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتنا أحبابنا، إن شاء الله راكم لاح. تجر معكم سيف في قناة تربية الحسون والكناري. صحة عيدكم خوتي، إن شاء الله تكونوا عيدتم بخير وعلى خير وصحة إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بألف صحة وعافية. بون، جيت برك نوضح واحد لي ميساج خوتي. شوف خوتي، نهضر برك زوج كلمات ونوصل الميساج هذا باش ما نفهموش بعضنا بالنقص. أنا حطيت لكم فيديو من قبل، فيديو فيه كوب لا شاردو بالبيض. حاضنا، واش قلت لكم؟ قلت لكم خوتي انا نخرج من هذا الضمان بقدري وبعزي. لا فيديو عندها دو قريب دو موا شهرين يعني تقريبا هكذا. اثنين، واش حبيت نقول لكم ثاني؟ قلت لكم خوتي انا ما نقدرش نقول لك روح سقسي فلان هو يعرف، لا روح ابوني السيد هذاك خير مصداقيه. خوتي قلت لكم عينك ميزانك، الانسان اللي ارتحت له شفت بلي عنده مصداقيه تبعه هكذا. قلت لكم خوتي انا علاش خرجت من هذا الدومين؟ ظروف، والله ظروف خوتي، ما نكذبش عليكم، مكاتب. انا مش حبيت نقول لكم. بون، نرجع برك لواحد النقاط. انا مانيش حنقول لكم العام هذا راح ما راحش، تقدر ما تقدرش، تكوبلي ما تكوبليش لا كوفي، بيسك على هنا. انا نهضر في الفيديو، انا نقول لكم سي بون خرجت من الدومين، ولا مثلا درت فيديو قلت لكم مثلا لا كوبلا تاعك هاوش لازم دير لها، تلقى كومونتير في الشرق والفيديو في الغرب. على بها حبيت نقول لكم ركز معايا مليح مليح في لا فيديو باش تفهمني خوتي. الفرخ المقنين، اي فرخ في الدنيا هذه اعطاها ربي مهله. وش هي المهله هذه؟ في مرحله غيار الريش، معناتها مرحله الهدم واعاده البنيه. هذيك المرحله الثمه وين تخدم الفرخ، يعني اخي في اوت سبتمبر اكتوبر وقتاش طاح لك الفرخ تاعك في غيار الريش، ثم وين تخدمه؟ ماشي اخي، الفرخ ما يتخدمش في فيفري في مارس، ماشي يقصر عليه في فيفري مارس تروح دير له اللوز والجوز، ولا في مارس دير له الزراعه. يا خوتي الفرخ يتخدم في وقت غيار الريش باش تلقاه واجد في وقت لاكوبلومو. هذا واش حبيت نفهمكم، وهذه هي الغلطه. والله المقنين مو صعيب، غلطه تاعنا حنا ما نخدموش الفرخ في وقت انا غيار الريش. من بعد يجي يقول لك واحد انا المال تاعي ما وجدش، ولا ولدوا لي البيض فارغ، ولا الانثى اللي مابغاش تتخذ راهي تلقى. ما كانش منها اخواني الغريزه الربانيه، يلا فما توجد تبوزي. كيفاش العلامه النهائيه تاع الوجاده هي كي تبوزي تما؟ دونك اذا ولدت لك البيض المشكله في المال، المال تاعك مش معبي مليح مش واجد، واذا لافو مال تاعك واجده ومابغاش تبوزي معناتها لافو مال تاعك مش مخدومه مليح. شوف خوتي ما نتعمقوش خوتي، كاين 5 مراحل في التزاوج الحسن. مرحلة إعادة الهدم والبنية اللي هي غيار الريش، ومرحلة التجهيز، ومرحلة التحفيز، ومرحلة الوقاية والتنقية، ومرحلة التزاوج. أولهم هي اللي تخليك تمشي في 4 المراحل الأخرين. يعني كي تخدم مرحلة إعادة الهدم والبنية يعني غيار الريش تخدمها مليح، المراحل الأخرين الكل يجيوك ساهلين وكما نقولوا ما يتعبوكش هكذا. أخواني بالتوفيق للجميع خوتي، أنا الضمان هذا خوتي عرفت فيه رجال بارك الله فيكم. تحية لخوتي كامل، عبد الرحمن برقوق، عبد السلام خويا تاع عنابة، محمد أمين البليدي، عبد الرزاق تاع وهرن، ولا والله ما نباليش من اللي نعرفه في لاباج تاع معاد تيجاني خوتي. والله ربي يحفظكم كامل، ربي يحفظكم كامل خوتي. أنا نخرج بقدري وبعزي. اثنين، المقنين خوتي اللي قلت لكم يتخدم في مرحلة غيار الريش. والحاجة الثالثة اللي نزيد نوصيها لكم خوتي، المدرسة عمرها ما تقول لك أنا مدرسة، هذه ديها من عندي معلومة. اللي راهو حاط روحو ايكول في هذا الدومين ما يقولكش راني ايكول، المدرسه يروحوا لها لي زيلاف، يروحوا لها التلاميذ، على بالهم باللي مدرسه يروحوا لها، ماشي المدرسه تعيط لهم مروحه. فهمت يا خوتي؟ دونك من علي وشان حتى واحد، ما نهبطوا حتى شان واحد، ما نقول لك انا فلان هو اللي مليح في الجي كومبلي، ما نقول لك هذاك مش مليح ما تبعوش. وما نلبزوش خوتي، اذا كان بنادم ضارب لك قداش سنه البراف ما كانش، ما مانيش حاب نهضر في الناس بس كان هذا كانوا قدام عباد كنت ناوي نهضر عليهم هضره ونوصل نفضحهم. ما تقولت سي بارابي ندخل عند كاين ربي حاسب، مانيش انا اللي نحاسب، والناس اللي داخله في حيط ربي كاتب لها تدخل في حيط بسبت هذا البنادم. مالغري ما يعظموا الشعائر تاعهم، ما فهمتش انا فاش يعظموا فيهم. ليسونسيال خوتي بالتوفيق للجميع خوتي، وبارك الله فيكم، وسمحوا لنا اذا غلطت في حق اي انسان خوتي، والله سمحوا لنا. انا قلت لكم راح نجبد من الضمان بلاك الدور الدنيا ونرجع، الله اعلم. بصح بور لو مومو كرهت اي حاجه اسمها شاردون، ولا كان اي حاجه في هذا الدومين كرهتها، والله كرهتها كرها شديدا خوتي. بالتوفيق للجميع خوتي، بارك الله فيكم، وسمحوا لنا بزاف خوتي، وملاقات خير ان شاء الله، نتلاقاو في ساعه الخير.